الشمس. هذا ساقط هسه مقابلنا باب شمس مو؟ ايه هذا من هنا صديق وانت تعرف يعني بطلين مال تكسي؟ هاي مثل ما تشاهدون قناة الموصلية على آخر خط صد في حي التأمين. هاي المقابلكم هاي المنطقة باب شمس وقراش شمال اللي حاليا بيد داعش الإرهابي، وإن شاء الله عن قريب التقدم جاري عليها. يلا خليها يلا بس راح يمشي حبيب راح يمشي راح يمشي